حفيد محرم فؤاد اللي قالب بلجيكا؟ ما شفتش؟ تعالى ده تامينو مطرب بلجيكي ويبقى حفيد الفنان محرم فؤاد. محرم فؤاد عنده ابن وحيد واسمه طارق، حاول يغني قبل كده بعد كده اعتزل وهاجر بعد كده بلجيكا وكلف رامي وتامينو. رامي هو اللي بيخرج معظم كليبات اخوه تامينو. وتوفى محرم فؤاد وحفيده تامينو كان عنده 5 سنين، وتامينو لسه محتفظ بعود جده وبيعزف بيه في معظم حفلاته. والصوره دي من اسكندريه لما جه مصر في 2019 وعمل حفله فيها وقال انا كده حققت حلم من احلامي، وقال كمان ان هو لا بيتكلم ولا بيفهم عربي لكن بيحب المزيكا العربيه. هو عنده 27 سنة واول البوم سماه امير عشان يبقى اسم عربي، وعلى فكره ناس كتير في مصر بتحب تسمع له. انت بقى من ضمنهم ولا اول مره تسمع عنه؟